يشتهر في عموم الريف السوري خبز التنور الذي يفضله الكثيرون على خبز الأفران الآلية المنتشرة. ولكن كيف يصنع التنور وهل له مكونات خاصة للصناعة؟ هذا فضلا عن طقوس صناعته وصناعة الخبز من بعده. صناعة خبز التنور وشغف الناس له نتعرف عليها في هذا التقرير من ريف إدلب. تجمع أم محمد التراب وتبدأ مزجه بالماء. يدان عاريتان إلا من مطرقة تدق بها الطين قبل وبعد تدعيمه بخيطان الخيش ليصبح أكثر قوة وتماسكا. العمل المتقن يبدأ من الأساس، هكذا تفعل أم محمد، إذ ترسم على الأرض دائرة تكون مخططا لبناء تنورها، ومن ثم تشرع بوضع الطين فوق خط الدائرة وصقله براحتيها اللتين ألفتا هنا في الريف الإدلبي طين التنور على مر السنين. بروح بجيب الترابي، أي ترابي ما بتصير ترابي إلا بده يكون حال نظامي. بجيبه وبنكت خيش وبندقه على بعضه وبنقعه، عند ما بنقعه يوم يومين بعاود بجي بدقه كمان وبقعد بديره، بكلف لها يعني 5 أيام بده التنور، وبعد 5 أيام بيبسوا وبيعوا شي ب3000. لا تنتهي المشقة عند صناعة التنور، فكما عجنت أم محمد الطين فصنعت منه تنورا، تعجن هذه السيدة الطحين بالماء ومن ثم ترقه وتلصقه على جدار التنور المقد، فيصبح خبزا على اختلاف أشكاله، يظل الأطيب والأشهى والأكثر صحة وفق العديد من الأطباء. بنجي بنحط في هالتنور هالحطب ومنبلش، ناس بترق ناس بتخبز، وبعد ما نخلص يعني بنخبز خبز أحمر وخبز كماج خبز أبيض حسب نحن مالنا مشتين. ولخبز التنور طقوس تحتاج لعمل جماعي تساهم فيه بعض من نساء الحي وكذا أطفاله الذين تغريهم أرغفة الخبز الطازجة فيشاركون بالتذوق. رغم مشقة صناعة التنور وخبزه لا تتوقف النساء هنا في ريف إدلب عن هذا التراث، ويبقى أبناء الريف السوري أغلبهم يفضلون خبز تنور أمهاتهم على كل مخابز الدنيا وأفرانها. المنظر اللي شهي خبز التنور الريحة وصلت الريحة للأسف ما